الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أعزائي الطلبة، بنات الطالبات، أهلا بكم في مادة التربية الإسلامية للصف السادس، معلمتكم مروة. سوف ندرس اليوم الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإخفاء الحقيقي. هيا بنا لنتعرف على مفهوم حكم الإخفاء، وهيا بنا لنتعرف على حروفه. هيا بنا لنتعرف على نواتج التعلم. أن يوضح مفهوم الإخفاء وحروفه، وأن يوضح كيفية تطبيق حكم الإخفاء في التلاوة، وأن يتلو الآيات القرآنية مطبقا أحكام النون الساكنة والتنوين. هيا بنا نستذكر أحكام النون الساكنة والتنوين التي درسناها على مدار هذا العام. درسنا أول حكم، وهو حكم الإظهار، وعرفنا أنه إظهار حلقي، أي أن حروفه تخرج من الحلق. حروفه نتذكر همز وهاء وعين وحاء وغين وخاء، وإظهار بمعنى أنني أنطق الحرف نطقا طبيعي من دون غنة ولا تشديد. ودرسنا الحكم الثاني، وهو حكم الإدغام، وعرفنا أننا ما معنى إدغام، أننا نضغم، أي ندخل الحرف الأول في الثاني بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا، أي أضغم النون الساكنة أو التنوين في الحرف الذي يليها. أي حرف يليها؟ أي حرف من حروف كلمة يرملون، أي حرف الياء والراء والميم واللام والواو والنون. وعرفنا أنه قسمان، قسما بغنة وقسما بغير أو بلا غنة. قسما بغنة وهو ينمو، أي ياء نون واو ميم. وقسما بغير غنة هي الراء واللام. ودرسنا أيضا الحكم الثالث، وهو حكم صغير، هو حكم الإقلاب، أي بمعنى أنني إذا وجدت نون ساكنة أو تنوين أتى بعدها حرف واحد فقط، وهو حرف، نعم أحسنتم، حرف الباء. ماذا أفعل؟ أقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميما. مثال أنبتنا، أنبتنا، أنا لا أقول أنبتنا، نحن ننطقها ميما. وسوف ندرس اليوم الحكم الرابع، وهو حكم الإخفاء. ماذا قال العلامة الجمزوري؟ نعم، قال: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، أي وضح لنا الحكم الرابع والأخير من حكم النون الساكنة والتنوين. هيا نجيب على هذا المخطط الذهني. نعم، الإظهار الإقلاب حروفه الباء، والإظهار الحلقي حروفه ذكرناها همز فاهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والإدغام حروفه وأنواعه ذكرناها، والإخفاء الحقيقي. هيا نذهب إلى تعريف الإخفاء. الإخفاء لغة أي الستر، بمعنى أنني أخفي الشيء أي سترته. أما اصطلاحا هو النطق بالنون الساكنة أو التنوين بلا تشديد، على صفة بين الإظهار والإدغام، مع بقاء الغنة في الحرف الأول بمقدار حركتين. ما معنى هذا؟ معناه أنني ماذا أفعل في الإخفاء؟ أنني أنطق النون الساكنة أو أنطق التنوين بلا تشديد، يعني بمعنى أنني لا أظهرها إظهارا حقيقيا ولا أضغمها إضغاما حقيقيا. هو صفة بين وحكم بين، متوسط بين الإظهار وبين الإضغام. أنا في الإظهار أظهر النون الساكنة وأظهر التنوين. مثال منهاد، منهاد، هذا هو إظهار بتشديد لأنه إظهار. إذن الإخفاء أنا لا أظهر النون الساكنة كما أظهرها في الإظهار، وأيضا لا أضغمها، كل الإدغام كما أنا أضغم حروف الإدغام. مثال من يكفر، من يكفر، هنا أنا أضغم النون الساكنة والتنوين أضغمها إدغاما كاملا
لماذا؟ لأن حروم، لأنه حكم إدغام. إذا ماذا أفعل في الإخفاء؟ هي حالة متوسطة بين الإظهار وبين الإدغام، أي ماذا أفعل للنون الساكنة والتنوين؟ نعم، لا أظهرها إظهارا كاملا ولا أدغمها إدغاما كاملا، متوسطة بين الحالتين. لماذا؟ لأن يجب علي أن أظهرها ولكن لا إظهارا كاملا، ويجب علي أيضا أن أقول غنى فيها ولا أدغمها إدغاما كاملا، بمقدار حركتين. يجب علي أن أأتي الغنى فيها بمقدار حركتين، أي غنى في النون الساكنة أو التنوين. سوف نفهم هذا من خلال الأمثلة. نريد أولا أن نعرف لماذا سمي إخفاء حقيقيا، لأنه لا نستره، لا يجب علينا ذلك بسبب ستر حرف النون الساكنة والتنوين وعدم النطق به مع بقاء صفته مع الغنة. يعني أنني لا أنطق نونا ساكنا ولا أنطق تنوينا بوضوح كالإظهار، ويجب علي أن أغنيها، أي أقولها بغنة. طيب، ما سبب هذا الإخفاء؟ لأن النون الساكنة والتنوين لم تقترب في حروف، في مخرج حروف الإدغام حتى أضغمها. مخرج النون ومخرج التنوين هو ليس مخرج نفسه مخرج حروف الإدغام، ولم يبتعدوا عن مخرج حروف الإظهار حتى أظهرها. لذلك هو حكم كما قلنا متوسط بين الإظهار وبين الإدغام. متى يتحقق هذا؟ يتحقق في حالة إتيان النون الساكنة والتنوين بعد 15 حرفا. هيا نعرف ونتعرف على 15 حرفا. حروف الإخفاء في 15 مجموعة في أوائل الكلمات هذا البيت، في أول حرف من كل كلمة. صف ذا ثنا، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا، زد في تقا، ضع ظالما. هل ترون؟ الأحرف اللون الأحمر هي فقط أحرف الإدغام، عددها 15 حرفا. حتى تستطيعوا حفظها عليكم بحفظ هذا البيت. هل كل حروف البيت هو يعتبر من حروف الإخفاء؟ لا، بل فقط أول حرف من كل كلمة، بمعنى حرف الصاد وحرف الذال وحرف الثاء. نعم، أجيبوا معي، حرف الكاف، حرف الشين، حرف القاف، حرف السين، وحرف الطاء، حرف الدال، والذال، والفاء، والتاء، والضاد، والظاء. هذه هي حروف ماذا؟ أحسنتم، حروف الإخفاء. تحية كبيرة لكم. انتبهوا معي للشرح. كيف لي أن أطبق حكم الإخفاء؟ إذا وجدت أي كلمة تنتهي أو بها نونا ساكنة، ما معنى نونا ساكنة؟ أي ليس بها فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا شدة. أو إذا وجدت كلمة في القرآن تنتهي بتنوين فتح أو كسر أو ضم، وإذا وجدت أتى بعد هذه الكلمة أي حرف من أحرف الإخفاء 15 التي تراها، إذن هذا هو اسمه إخفاء. إذا وجب علي أن أخفي النون الساكنة أو أخفي التنوين، كيف لي أن أخفيه؟ انظر معي في المثال. هنا معي حرف النون، هو حرف ساكن. ماذا أتى بعده؟ انظر إلى الحرف الذي يأتي بعده. هنا حرف الدال، ابحث، هل حرف الدال من أحرف الإخفاء؟ نعم، إنه من أحرف الإخفاء. إذا وجب علي أن أخفي النون وليست الدال، أو أخفي التنوين، كيف لي أن أنطقه؟ أقول عند، هو حرف النون، عليك أن تبقي معه غنة وتظهره، ولكن ليس إظهارا
كاملة. لذلك نحن نقول على الإخفاء هي حالة توسط، أي متوسطة بين الإخفاء، بين الإدغام وبين الإظهار. انظر إلى مثال آخر، ولكن هنا مع التنوين. وجدنا كلمة بكل بها تنوين كسر، أتى بعدها كلمة تبدأ بحرف من حروف الإخفاء وهو حرف الكاف. إذن ماذا وجب علي أن أفعل؟ أن أخفي التنوين. كيف لي أن أخفي؟ أقول هكذا: بكل كافرون، بكل كافرون. والآن سوف تعرف أنك فهمت الدرس أم لا. سوف نستخرج من المصحف أمثلة للإخفاء الحقيقي. أول حرف مع حرف الصاد، يجب علينا أن نستخرج ثلاثة مواضع: مرة مع نون ساكنة، مرة من كلمتين، أي نون ساكنة ولكن من كلمتين، بمعنى كلمة انتهت بنون ساكنة وأتى بعدها كلمة أخرى تبدأ بحرف من حروف الإخفاء. وحالة الثالثة أي نستخرج مع التنوين. انتبه معي جيدا وافتح الكتاب على هذه الصفحة حتى تتمكن من فهم الدرس. أول حرف معنا هو حرف الصاد. سوف نوجد كلمة بها نون ساكنة من كلمة واحدة: لا ينصرون. هو حرف الملون بالأزرق، هو حرف النون الساكن، أتى بعده الحرف الملون بالأحمر هو حرف الإخفاء. في كلمة واحدة؟ نعم في كلمة واحدة. كيف لي أن أنطقه؟ أقول لا ينصرون. الحالة الثانية حرف النون الساكنة في كلمة أتى بعده حرف الصاد، مثال من صيام. والحالة الثالثة مع التنوين، مثال ريحا صرصرا. هيا نستكشف. هنا يقول لك منذرين، منذرين. الحالة الثانية انظر معي، منذرين. أي حرف النون أين هو؟ نعم ماذا أتى بعده؟ نعم أتى بعده حرف الذال، إذن حرف الذال. هيا نوجد في المصحف كلمة أو كلمتان، الأولى انتهت بنون ساكنة والثانية بدأت بحرف الذال. عندي مثال هنا: من ذهب، من ذهب. هنا نون ساكنة انتهت، أتى بعدها حرف الذال، وحرف الذال من أحرف الإخفاء. والمثال الثالث: صراعا ذلك، هو تنوين أتى بعده ذال. هيا نستكشف الحرف الثالث: أندادا. حرف النون أين؟ نعم أتى بعده دال، إذن هو حرف الدال. من دون، أما مع حالة التنوين ماء دافق. حرف الرابع هو حرف الكاف. هيا نوجد حكم إخفاء من كلمة واحدة: منكم، منكم. هو نون ساكنة أتى بعده حرف الكاف وهي من كلمة واحدة. مثال من كلمتين: أن كان. ومثال من تنوين: بكل كافرون. هيا نستكشف الحرف الخامس: فأنقذكم. انظروا هنا نون أتى بعده قاف، إذن هو حرف القاف. وفي حالة كلمتين: من قبلك، في حالة التنوين: شيء قدير. الحرف الذي يليه حرف السين: الإنسان، الإنسان. من كلمتين: من سندس، ومن التنوين: قولا سديدا. حرف الذي يليه هو حرف الزاي: تنزيل، تنزيل. فإن زللتم هي في حالة الكلمتين، أما في حالة التنوين نفسا ذكية. حرف الذي يليه حرف الضاد: منضوض، منضوض. في حالة الكلمتين: من ضل، في حالة التنوين: قوما ضالين. الحرف الأخير هو حرف الظاء، حرف الظاء. الكلمة نون الساكنة والحرف في كلمة واحدة: فانظر. في كلمتان: من ظلم، في تنوين: قرى ظاهرة. إجابتكم صحيحة، بارك الله فيكم.
وإلى هنا وقد انتهى الجزء الأول من الدرس، يتبع إن شاء الله في الحصة القادمة. أرجو من الله أن تكونوا فهمتم الدرس. أطلب منكم سريعا مراجعة على جميع أحكام النون الساكنة، لأن إن شاء الله والتنوين، لأن إن شاء الله في الجزء الثاني سوف نتم بمراجعة على الأحكام التي درستموها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.